المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال جسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام. عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد الهام شنال، وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بتبييض المناطق الحساسة. فإن شاء الله وصفة اليوم غادي تدهشي بها الزوج ديالك تبييض فوري للعانة وبين الفخذين في 5 دقائق فقط، والنتيجة مذهلة غتنال الإعجاب والرضا ديال أي سيدة جربتها. فنتمنى كل السيدات اللي كيعانوا من السواد، كيعانوا من الرائحة الكريهة، كيعانوا من البقع الداكنة، كيعانوا من الليتخاس، من المشو الكلاف، من الحبوب سواء كل الكبيرة ولا الصغيرة، فإن شاء الله غادي تخلصوا من كل هذه المشاكل فقط بواسطة هذه الوصفة اللي المكون الرئيسي ديالها هو المشروب الغازي كوكاكولا كما لاحظتوا في الصورة المصغرة ديال هذا الفيديو. فأكيد غنحتاجوا المشروب الغازي كوكاكولا اللي كيجي بهذا الشكل. انا خديت هذه القنينه هذه اللي كتكون يعني ديال الزجاج وكتكون صغيره. ممكن تاخذوا قنينه ديال المشروب الغازي كوكاكولا ديال البلاستيك يعني كبر من هذه، يعني دائما الكميه كتبقى اختياريه على حسب الحاجه، واهم شيء هو المشروب الغازي كوكاكولا كمكون رئيسي. بالنسبه لهذا المشروب الحمد لله قدمت لكم في عده وصفات ونال الاعجاب ديالكم ونال الرضا ديالكم. فنتمنى حتى هذه الوصفه ملي تجربوها تكتبوا لنا في اسفل هذا الفيديو يعني في لي كومونتير كيف جاتكم الوصفه. وكما قلت لكم غادي نحتاجوا المشروب ديال كوكاكولا كمكون رئيسي. اكيد غنحتاجوا مكونات ثانويه غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله. فقبل ما نمشو نتعرفوا على مكونات الوصفه، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناه سواء نساء رجال، مرحبا بالجميع. ايضا مرحبا بالناس الجدد والقدامى في هذه القناه، مرحبا بالكل. الا كنتي ولا لك الا كانت يعني اول مره المشاهده ديالكم لهذا لاشين هذه، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعلوا زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غنخليها لكم في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو. الا كانت عندكم وصفات طبيعيه بخصوص تبييض المناطق الحساسة بغيتو تبارطاجيهم معنا ولا بغيتو تشاركوهم معنا باش حتى حنا نستافدو، فأكيد خليوهم ليا على الراس والعين باش أي وصفة عجبتني غادي نجي نشاركها معكم هنا في القناة. وبسم الله على بركة الله ما غاديش نطول عليكم أكثر من هذا، ونمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة. كما قلت لكم غادي نحتاجو المشروب الغازي كوكاكولا كمكون رئيسي. غادي نحتاجو لتاني مكون معنا في هاد الوصفة هادي اللي هو الكركم أو الخرقوم البلدي، فغادي نحتاجو حتى هو. بالنسبه للكركم فهو كيبيض المنطقه الحساسه. غادي نحتاجو البيكربونات الصودا او بيكربونات الصوديوم. صراحه بيكربونات الصودا رائعه، الناس اللي ما عمرهم استخدموها او لما كيجربوهاش بزاف فقط تلقاوها في الصيدليه، الثمن ديالها كيتراوح ما بين 3 دراهم حتى 6 دراهم مغربيه على حسب الباك ديال البيكربونات واش هو صغير او كبير. الا كان صغير الثمن ديالو اكيد كيكون ناقص، الا كان كبير كيكون الثمن ديالو زايد شويه. فغنحتاجو الكركم، بيكربونات الصودا او بيكربونات الصوديوم، وغنحتاجو الرابع مكون اللي هو الحليب نيدو غبره. الحليب كيزيد يبيض المنطقه اكثر، الا عندكم الحليب السائل فممكن تعوضوه بالحليب بغبره يعني على حسب المتوفر عندكم في البيت. وغادي نحتاجو لاي كريم لتبييض المنطقه الحساسه، يعني اي كريم توفر عندكم. انا غنستخدم معكم كريم جليسوليد اللي كيجي باللون الاحمر. هذا الكريم الحمد لله جربته ماهي مره ماهي جوج ولقيت عليه نجاح ولقيت عليه اقبال كبير، فغادي نستخدمه. انتما لما بغيتوش تستخدموا هذا الكريم هذا اللي كيكون كريم جليسوليد العلبه الحمراء، فممكن استخدام كريم يعني العلبه الزرقاء اللي كيجي بهذا الشكل هذا. حتى هذا الكريم زوين والفوائد ديالو حتى هو لا تعد ولا تحصى، فاللي توفر عندكم استخدموه. فهاد الشيء اللي كاين بعد ما تعرفنا كل المكونات ديال هاد لاغوسيت، ندوزو الان طريقه تحضير الوصفه وطريقه استخدامها واستعمالها. ايضا وغادي نبدا بكل المكونات، فنبدا بالحليب غبره ولا الحليب نيدو المجفف. غادي ناخذ كميه من الكركم او الخرقوم البلدي،
غادي ناخذ بيكربونات صودا او بيكربونات صوديوم. بالنسبه لهاد البيكربونات الناس اللي عندهم جروح فمن الاحسن انكم ما تستخدموش بيكربونات صودا، لانه فاش كيكون الجروح في المناطق الحساسه كتزيد يعني بيكربونات صودا تهيجهم لينا اكثر، بالتالي ممكن يوقعوا مشاكل مثل الاحمرار او حبوب او حكه او حساسيه لا قدر الله. فمن الاحسن تبعدوا كل البعد على بيكربونات صودا الا عندكم جروح وحروق في المنطقه الحساسه او بين الفخذين. الا الناس اللي ما عندهمش حساسيه من بيكربونات صودا والناس اللي ما عندهمش جروح او حروق في المنطقه الحساسه فاكيد ممكن استخدموا بيكربونات الصودا، لانه بيكربونات كتعمل على التبييض من الاعماق، فبالتالي الا كانوا جروح او حروق يعني غادي تحسوا بالم والم كبير ويقدروا يوقعوا مشاكل، فداكشي علاش بعدوا منها لو ماكسيموم. فبعد ما خلطنا اولا بعد ما وضعنا بلوتو المكونات غادي دابا نخلطوا، ومن بعد غادي نضيفوا المشروب الغازي كوكاكولا. بالنسبة لهذا المشروب قبل ما تستخدموه حاولوا دائما ترجوا القرعة بهذا الشكل هذا وتفتحوها باش هكذا تخلصوا من الغاز اللي فيها، يعني تعودوا تكرروا العملية عدة مرات أو عدة خطرات، يعني ماشي غير مرة واحدة، فكترجوا القرعة وكتفتحوها، كتعودوا ترجوا وكتفتحوها باش هكذا تخلصوا من الغاز اللي فيها. سينو ممكن تاخذوا المشروب الغازي كوكاكولا وتزولوا له القرعة وتخليوها هكذا مفتوح، يعني لكم حرية الاختيار. من بعد غادي ناخذوا هذا الكريم، هذا اللي هو كريم غليسوليد، ناخذوا ملعقه ونوضعوها في هذه الوصفه هذه ونحاولوا نخلطوا الكل باش هكذا الوصفه تعقد، يعني ما تبقاش سائله، لانه حنا في هذه الوصفه هذه ما محتاجينش وصفه سائله، فكل من جربتها غادعي لي لانه الوصفه فوريه وسريعه والنتائج كتعطيهم منذ اول استخدام. فالان غادي نزيد نضيف غير كميه من الحليب غبره ولا الحليب المجفف ونطبقها على اليد ديالي، نتوما اكيد غتطبقوها ان شاء الله على المناطق الحساسه بصفه عامه. غير هو كما قلت لكم ملي تستخدموا بيكربونات الصودا حاولوا انه ما يكونوش جروح او حروق في المنطقه اللي غتوضعوا عليها هاد الوصفه هذه. والوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا، ها نتوما وصفه رائعه جدا. فالان غادي ندوزوا للتطبيق ديال الوصفه، فبسم الله. فالوصفه كنطبقوها بهذا الشكل هذا على المناطق الحساسه وبين الفخذين بشرط ما يكونوش حروق او ندوب او كما قلت لكم اي مشكل في المنطقه الحساسه، واستخدموا هذه الوصفه بالصحه والراحه والهنا والشفاء لاي سيده كتعاني من السواد وكتعاني من عدم توحيد لون البشره اولا البشره اللي كتكون باللون الداكن او الغامق. فبعد ما كتطبقوها كتخليوها حتى كتجف تماما، عاد من بعد كتوصلوا للمنطقه. بالنسبه لهاد الوصفه الناس اللي غتقول لي واش من وراء هاد لاغوسيت ممكن نرطبوا، فما يمكنش ترطبوا لانه الوصفه فيها ترطيب فيها تبييض فيها توحيد لون فيها كل هاد الاشياء هادو، فما غتحتاجوش نهائيا انكم ترطبوا، فقط غسلوا المنطقه مزيان بالماء الدافئ والصابون
ومن بعد يعني استمتعوا بال يعني المنطقه بيضه بدون مشاكل، ايضا فيها رائحه منعشه وزكيه بالنسبه للسيدات اللي دائما كيقلبوا على الوصفات اللي كتكون فيهم رائحه زوينه. ايضا كيبيضوا المنطقه ديال يعني بين الفخذين او منطقه العانه او الابطين او اي منطقه موجوده في الجسم. فاستمتعوا بهاد الوصفه هذه، فقط جربوها وردوا علينا في خانه التعليقات، فانا اكيد 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 في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله. وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو لتعم الفائده للجميع، وباش هكذا بنات او سيدات اللي كيعانوا من هذا المشكل يستفدوا ان شاء الله من هذه الوصفه الرائعه اللي فيها كل الاشياء كما قلت لكم، فيها الرائحه الزكيه، ايضا فيها توحيد لون، فيها ترطيب. اهم شيء هو اننا نحافظوا دائما على ترطيب الجسم ديالنا بكريمات، خصوصا في هاد الوقيته ديال البرد والشتاء اكيد كنتعرضوا للجفاف، وبالتالي اكيد الا بقى الجفاف في البشره فممكن تعرضوا لمشاكل كبيره لا قدر الله يعني في الايام المقبله. فكانت هاد هي الوصفه ديال اليوم، وكانت هذه يعني هي لا غوسيت سهله مهله وبسيطه، فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف. موعدي معكم يتجدد ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى.